السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامج مسار مولوع. فالإخوان كلكم كتعرفوا لو كونسيبت أو الهدف ديال برنامج مسار مولوع، فهو فقط عبارة على واحد البرنامج اللي كنحاولوا نديروه بحال شي خزانة كنخزنوا فيها الأرشيف ديال الموالع ديالنا، سواء القدماء اللي كيتسموا الشيوخ او الجيل الثاني او الجيل الثالث، فقط باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يلقاوه الجيل المجي او الجيل الجديد، يلقى قدامه واحد الارشيف ديال الولاعه المغربيه. فاليوم في هذه الحلقه فغادي نقدم لكم واحد المولوع اللي هو معروف عند جميع تقريبا اغلبيه الموالع من الشمال ديال المغرب الى جنوبه، فكيعرفوا هذا السيد هذا اللي هو من مدينه القصر الكبير. وفايت مني قدمت جوج ديال الناس من مدينه القصر الكبير واللي كيرحبوا بيا دائما واللي كيستجبوا لي يعني الدعوه ديالي. فهاد السيد هذا فانسان لطيف، انسان حشومي ومولوع. هاد السيد هذا هو سي بكيبك عبد الكريم. فنمشيو نسمعوا ماذا سيقول لنا سي عبد الكريم على القصه ديالو مع الطيور. السلام عليكم سي عبد الكريم. وعليكم السلام. كي داير بخير؟ لاباس عليك؟ صافي خير؟ الله يبارك فيك. معاك قناه علي تي في ماروك. مرحبا. اللي كتقدم واحد البرنامج ديال مسار مولوع اللي كيعاود القصه والحياه ديال المولوع مع الطيور منذ صغاره. فاليوم انا عندك في دارك. مرحبا بك. يعني وتهليتي فينا كما العاده. مرحبا بك. واليوم معك باش الناس نوصل لهم شكون هو عبد الكريم وكيفاش تولى عبد الكريم. متشرفين استاذ علي ومرحبا بك، والحمد لله متبعين القناه ديالك مزيان ويعني ورائعه ما شاء الله، وبزاف ديال الاصدقاء اللي دازوا فيها وشفناهم كاملين ما شاء الله. هذا الشيء هذا كيعود يعود يعني بالولاعه على واحد الطريقه على صواب، وديك الشيء ما شاء الله. بارك الله فيك سي كريم. يعني شكون هما الحلقات اللي شفتي؟ شفت من الحلقه ديال مراد العسري، شفت مراد المعارف، وشفت مراد الميموني، بزاف ديال الاصدقاء اللي شفتو يعني، وديك الشيء ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك. اذا سي عبد الكريم مادام شفتي هذه الحلقات ومتبع البرنامج، الا وقتها كتعرف الهدف ديال البرنامج. اذا سي عبد الكريم اليوم بغيناك توصل قصة عبد الكريم مع الطيور. إذا السي عبد الكريم، كيف بدات الولاعة عند السي عبد الكريم؟ الولاعة ديالي ربما نقولها لك السي علي قد ضحك عليها بواحد الوقت. لا ماشي مشكل، حنا بغينا تكون ضحك. فهمتي، كنت مولوع في الصغر ديالي يعني باقي صغير، كنمشي للمدرسة و 8 سنين 7 سنين يعني بحال دابا ديك 14 عام يعني عاد دخلت الولاعة، لأن واحد عمي كان مولوع. مولوع عمي مولوع الرقم الأول في القصر الكبير تاعو. باش كان مولوع؟ مولوع بالرقم الأول بالمقني العباسي. المقني العباسي يعني كيتسمى واحد المقانن، كاين عندهم واحد المنطقة. أيه. يعني في القصر الكبير كل منطقة باش مشهورة. أيه. يعني كاين شي مناطق بحال اللي غنقولوا كاين العباسي، كاين الفريني، كاين بزاف ديال الاسماء اللي كانوا كل يعني كتهضر بحال اللي قلتي المراقد. ايوا كل طير وعنده اللغه ديالو، هو كان كيهتم بهذا النوع ديال الطائر ديال العباسي. العباسي كان راقي وعنده واحد المستوى عالي. وانا باقي صغير ما يعني ما مهتمش بديك الشيء ديال الشيء ديال الطيور ولا هي. المهم واحد الوقت بقيت كنخرج مع واحد الخاوه، هو كيخرج يصيد. خاو يعني خوك؟ خاي، هذا الخاي كبير. يعني مبلي حتى هو، ويعني هو ما متبعش هذا الشيء ديال يعني. المهم هو مولوع خصو يكون عنده الطير في الدار. صافي. مشيت انا مع ديك الولاعه ديالي، انا كيفاش غادي متبع هكذا، كنخرج مع الخاوه كيصيد وكنخرج معاه، مره كيجيب لها انت مره دكار مره هادي، وانا كنشوف ديك الشيء هذا، وحتى انا مقرب بيه حتى انا هذا الشيء الفريخات. بقيت كنربي ديك الشيء ديال الفريخات. هذا كتربي النوع ديال الفريخات يعني المقانن الرقم الاول المقنع. ما كانش عندنا هكذا، كان العصفور، كان الكاماتشو، كان السمريج، كان بزاف ديال انواع الطيور. وانما الاغلبيه كنهتموا بهذا المقنين، لان كان اش كنت كيعجبك فيه؟ يعني كيعجبني فيه ديك الصوت الرنان ديالو الرقم الاول، ويعني واداء
هذيك الاداء اللي كنسمعوا عند عمي باقي يعني لحد باقي الان كيضولك في باقي عمري ما عندنا هذيك. وعمك باقي حي؟ لا مسكين الله يرحمه مسكين، راه كيعرفوه بزاف ديال الناس. سميت عمك؟ سميتو عبد السلام، عبد السلام اللطاط، كان يعني كان هكذا معروف بهذا الاسم. بهذا الاسم عبد السلام اللطاط كيعرفوا بزاف. وما كانش كيقول لك بعد من هذه الولاعة؟ لا ما كانش عارفني انا عن دخول لهذه الولاعة هذا اصلا، يعني هو كيشوفني عا كنربي الطير وهذه. ومره واحد النهار عايجي عندنا للدار، واحد هو كيجي للدار دابا وساعه وعايسمع عندي واحد المخنين يعني معلق في الجهه ديال بحال اللي غنقولوا الدخله ديال الباب، كنعلقوا الاغلبيه الطير يعني مره في الدخله ديال الباب. اللي شاف ديك الطير بهذا الشكل هذا هو قال لي من هذا الفريخ؟ قلت له هذا الفريخ عمي راه يعني مزيون ويعني وعجبني وهذا. قال لي من احسن هذا عرخي. مالو؟ عرخي. علاش عرخي؟ يمشي بحاله. علاش قال لك اخي؟ عمي قال لي هذا النوع هذا ما يعني الهضره ديالو ما يعني ماشي يعني مقنين. على المقنين الهضره ديالو ماشي مزيانه. هكذا قال لي من بعد ديك الساعات فهمتي هكذا الا خرجت نصيد نقدر نجيب لك شي طويار يعني ويعجبك. هو كان كيعرف ديك الساعات التغريد الاصلي؟ هو كيعرف التغريد الاصلي اللي ديال المقنين. ديال المقنين، حيت كاين يعني كيحماق على الانواع الطيور اللي هما كيغردوا مزيان عندهم واحد التغريد لانه هو معروف. يعني معروف مروحه الطير كان عنده يعني قصر كامل يعني كيعرفوا بزاف ديال الاصدقاء، ما عندكروش الاسماء لانهم بزاف بزاف، وانما كيعجبهم هذيك اللغة ديال ديك الطير عنده مشهور به. كيكون جاي هكذا كيخشي يدو في مره في القشابه كيحني يخشي يدو في القشابه ويخشي يدو في جيابو ويهزو. وعلاش كيخشي تحت القشابه؟ يهزو باش ما يشوفوش الناس راه شنو عنده. هو غادي خاشي يدو داك الشيء ديال البكي، هو غادي ديك الشيء هذاك، وانما جاي بواحد المسافه بعيده. هكاك. ودابا هذا الشيء كيعاودوا لي واحد الصديق ديالو. واش من عام هذا الشيء؟ الخمسينات. هذا العام دابا هادو ديك يعني يقول لك 80 85 انا دخلت الولاية هذيك الساعه وانا ماشي مع عادي. وطلقتي ذاك الطوير؟ دابا هذاك الطوير هذاك لا ما طلقتيش به، لان علاش؟ خصني انا بحال اللي كنقول ما عرف بحال انا باقي صغير قلت خلي الطير ديالي ما يلاقونيش. واحد النهار هكذا باش ما نخرج لك من يعني من الموضوع اخي علي، قلت لك يعني حتى الاصدقاء ديالو كيعرفوه يعني الا كان جاي الطير هو اللي يقول لهم فلان يعني راه جاي، كيقولوا ما كاينش الريحه ديالو وانما ديك الصوت وديك الاداء فلان راه جاي. ما باقش عاد جبروه دابا هو هنا. اذا انت كيخرج فيهم كيقول وحنا ما يعني ما شفناكش، يقول لهم وانما الطير هو اللي قال لكم راه انا جاي. لان كان الوالد ديالك حتى كان عنده؟ لا الوالد ديالي ما كانش. الوالده ديالك؟ لا ما كانش. وكيفاش كانوا كيتعاملوا معك في هذه الحاله ديال يعني الدراسه وانت مبلي لهم يعني هما كيتعاملوا معايا يعني حيت خاه ديال الوالد كيعجبو ديك المره ديك الولاعه كيقولوا خليه حتى هو ماشي يعني ما داتلوش يعني ما كانوش ضدك، وانما ما في الاخر ملي بقيت كنسقط هذا ما كاينش راه يخرج على الاخر. وكنسبح في الدراسه ديالي وكنخرج مع الاصدقاء نصيد وكنشوف الطبيعه. صافي بديتي كتخرج؟ صافي خصني نخرج. تقعد فيك الشوكه؟ الشوكه حقيقيه وعطيتيها السقوط داروا يمكن صافي هي هذيك الويده قتلوا هذا ما ضربوه ما والو، راه الطير ما يتفارقش معاه حتى يموت. صافي هذا ما هي من شاف ديك المنظر كنقول لها امي انا هكذا مصطفى كيضربني ويقول لي هذا، كتقول لي دابا دبر راسك معاه يعني بحال اللي بينك وبين خاك. صافي ما دابا خاك الكبير مصطفى هو اللي كيضربك. خاي الكبير كيقول لي ما تتبعش انا خرجوا عليا ما يخرجوش عليك حتى انا اكبر منك. ما قلت له والو ما نتفكش معاهم. مصطفى باقي حي؟ باقي خاي حي. نسلموا عليه من متشرفين. حيدوا الطيور داك الشيء؟ لا حيدوا هكذا قال لي دبر راسك انت معاهم. ومني بديتي كتخرج مع الاصدقاء ديالك للصيده؟ شكون هاد الاصدقاء؟ باقي عاقل الاسماء ديالهم؟ باقي الحيين دابا؟ الاصدقاء الاغلبيه منهم الاصدقاء كاينه في اسبانيا. اسبانيا كلشي مشى. صحابي كانوا في اسبانيا يعني بحال اللي غنقولوا يعني بحال اللي غنقولوا قالوا امشوا بحالنا اسبانيا احسن ما نتبعوا هاد الاخر. انا باقي عاقل شي اسماء كاينه شحال نقول لك هما بزاف. انا عاشي واحد عاشي جوج ولا ثلاثه. كاينه عبد السلام الشروي، واحد الدري عبد السلام الشروي كان كيعدل القفوزه ما شاء الله راقيين ومبلي وكيخرج وبزاف الحاجات يعني انا وياه. وكاين حسن الدويعيسي وكاين المهم بزاف. كاين واحد الدري عبد الكريم صغير. هما بزاف واخا ماشي ما حد بقى نذكر الاسماء عنسى. ومني بديتي كتخرج تصيد اكتشفتي حوايج اخرين؟
يعني ملي خرجت نصيد دابا المشكلة هي ملي كنخرج نصيد ماشي غير كنخرج نصيد وكان خاصني نعرف يعني هاد الطائر مي انا يعني تبليت به كان خاصني نشوف الحياة ديالو بعدا اصلا كيفاش عاملها نعم يعني كيفاش كيعيش هو يعني غريب هاد الشيء اللي غنقول لك بحال دابا يعني كنكونوا جالسين يعني حنا تحت الشجر مناصبين واحد الساعه ما كنقولوا ما كاين عندنا لا عشاش لا والو ما يعني تحس بلي ان ما كاين والو بهاد الجهه واحد الساعه وكنبقى نسمع تا 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 اذا شنو كاينه اذا شي طير جاي كيوكل ولادو كيعرفوا الصوت ديال الاب ديالو اذا بحال اللي هذيك الاب ديالو ملي جا هو اللي فضحهم سبحان الله فضحهم كاين ولو كيبقى خصهم ياكلوا لانهم ما يسمعوا ور 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 كيجيب هذا الصوت يعني كل واحد عنده اداء ديالو كاين مع يعني كل عاش كيعرف مولاه سيبات كل واحد كيفاش كيعمل هذا كيجيب صوت ور ور هذه المنطقه معروفه بهذا بلاتي واحد السؤال واش انت تبليتي بديك المنطقه ديال عمك اللي هي العباسيه ولا غيرتي المكان؟ لا هذاك من الحق ديك الوقت انا جبرت ديك الشيء ما بقاش لانه هو اش من التسعينات يعني علاش هو كان كيجيب الطيور ديال 75 78 انا ديك الوقت باقي صغير هاد المنطقه بحال اللي البنايات ما ايوا البنايه يعني بحال اللي غنقولوا العباسي ولاو الديور حدا بعضياتهم صافي يعني الطبيعه مشات كيبعد وانما انا من ما نقلش على العباسي يعني انا كنقل على الصوت اللي كان عنده هو واش هو البلاصه اللي كنت كتصيد فيها شنو البلاصه البلاصه اللي كنصيد فيها هكذا ماشي كنصيد دابا المشكله كنخرج منا صياده ومنا نعرف شنو كاينه بالطبيعه انا قلت لك الطائر خصني نتبعو خصني نعرف شنو عليه نعم. حاله من هاد الحالات قلت لك هاد الطائر جاي كيفضح هو كيفضح بلي ان راه يعني انا جاي نوكل ولادي انا كنقول هكذا طلعت الشجره كندير ها كيبان لي العوج ديالو صافي حنا ديك الوقت ما كنوكلوش ولا كتقول علاش غنتعدى عليه شحال نجيبو كتخليتي يكبر لان ما حنا ما كر حنا ما كنوكلوش ما كنعرفوا لا طريقه الماكله ولا طريقه حتى حاجه كتخليه في الطبيعه كنقولوا تيكبر وهو عند الديوان وملي كنت كتصيد هذوك الطيور اللي كيعجبوك وكتجيبهم هكذا كنجيبهم ما كنحطوهم ما والو ما كانش عارف كتعرف اش كيقولوا يعني كنعرف الاداء ديالهم بحال اللي غنقولوا كاينه واحد النوع مشهور بالبليبليات اييه يعني بحال كيجيب يعني الاغلبيه كيدخل البليبليات نعم كاينه واحد النوع اللي كان عند عمي كيدخل السباتيه بزاف بحال بلي 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 ولو 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 بي السباتي كيهرس في السباتيه عطيني شي حاجه اخرى ايوا هكذا وكاينه شي نوع عاوتاني كيتسمى الفريني الفريني النوع سميتو الفريني كي داير هذا النوع يعني هذا النوع فريني كيكون عق صيور صغير ايه ويعني يعني العوينات ديالو مدورين فيهم الكحل والبيض يعني معروف عاد تشوف هذا فريني والتغريد ديالو مختلف التغريد ديالو يعني بحال اللي كنقولوا عطيني شي حاجه في بحال طريقه الحداد كيهضر هو كي في طلوع الهبوط يطلع كامل طلوع الهبوط الاغلبيه اغلبيه منه في طلوع الهبوط وانما هادشي اللي يعني اللي هضرت لك عليه دابا غنكذب عليك نقول لك انا عشته لان كنجلس مع واحد الصديق ديالي سميتو الميلودي السباعي الميلودي السباعي هو الاخ اللي كيكون في القهوه اي كيكون راجل كبير وديت منه عدد ديال المعلومات لان عاش مع عمي بزاف هو اللي كيعاود لي بزاف ديال هاد النيستوارات كيعاود لي عمك غادي يصيد قال لي حنا كنتخبعوا ونتبعوا نعرفوا المنطقه هو كان صغير من عمك هو صغير من عمي وانما خصهم يعرفوا المنطقه ديال عمي فين كيصيد لان باش يديو ديك الطيور اللي كيجيبو هو اش كيدير هو كيدير راسو غادي 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 في المنطقه واحد الساعه كيحس بهم متابعينه ويدير طق صاب كان هنا ومشى كيعيهم يقلبوا فين مشى هذا مين داز باش يتلف لهم البلاصه اللي كيصيد فيها داكو يعني النوع الطيور اللي كيجيبو هو ما خصهمش يجيبوه وبالنسبه لك انت هذا ملي بديت كتخرج للطبيعه مع صحابك بدات التجربه ديال الطبيعه كتكون عندك والحياه ديال الطيور بدات كتكون عندك وبديتي كتعرف واحد النوع ديال الطائر اللي كيعجبك واش هذاك التغريد اللي كنتي كتجيب كان غير كيعجبك ولا كنت كتفهم حتى اش كيقول وكتعرف السميات بحال عمك ولا بحال الناس الكبار اللي كبر منك يعني بحال اللي كنقولوا كان هكذا كنسمع من عند هذا السيد هذا وكنسمع هذوك كنت كنسمع من عند عمك كانوا كبار من عند عمك الاغلبيه من عند هذا الميلود السباعي هو اللي عطاك يعني ملي كان هو في الولاعه الحقيقيه كنت انا باقي صغير مره وعند هذا السي الميلودي هذا السباعي هو اللي عطاك السميات وعطاك الفرق بين هذا وهذا بزاف ديال علاش يعني بحال اللي غنقولوا يعني بحال دابا
النهار اللي كتحرف لي انا مره كنشبه شي طاق كنقول له ميلودي شوف هذا يعني شمنا، وكيحدد لي المنطقه ديالو كيقول لي هذا 100% يكون من المنطقه ديالو. ما كيزقلهاش كما كنقول، ما كايناش النقاش، لان علاش بالاماره واحد النهار جبت واحد النوع ديال الطيور صغار عش، وانما ديك العش بحال اللي طاح من الشجره، ماشي ماشي صغير كبيرين شويه بحال اللي هربوا شي دراري، واقيلا طلعوا بحال اللي يهزوا العش ولا شي حاجه وهربوا. انا مشيت كنجبر هذا هنا هذا الاخر هنا هذا، هزيتهم هزيت خمسه هزيت خمسه وجبتهم لهاد السيد ميلودي. قلت له ميلودي هاد النوع ديال الطويرات راه يعني غنوكلهم غنوكلهم غنحاول يعني نعدل لهم شي مويكله وهذا هي ونوكلهم وغنحفظهم. اللي شاف فيهم قال لي هادو ولا حفظوا لك ما نسماش. انا قلت له علاش الميلودي؟ قلت له غنحفظو واخا يكون شنو ما كان بحال اللي غنتحدى. قال لي ودابا نلحقو حتى الاخر ونشوفو هاد الهضره اللي كتقول. حفظو ولا ما حفظو؟ تا نكمل انا غادي معاك. هي هذيك شبر ديك الطويرات يعني وكلتهم، كنت كنعمل لهم يعني ماكله على قد تحديتي تحديتي السيد سباعي، خصني نتحداه ونعيشهم. عيشهم خرجوا عندي ثلاثه ديال الذكوره ثلاثه الذكوره 100% والبقيه نتيوات. هي اللي قلت له ميلودي انا راه هذوك راه كبرتهم. واحد النهار جا شافو جا شافو قال لي راه، قلت له دابا راه حمرو هذه انا نجيبهم لك. انا ديك الساعات ماشي ما كنفهمش يعني طلقت الكلام. انا كنا كنخدمو سبته الكلام ديال سبته يعني كلام قاصح بحال اللي غنقولو. وبالله السي سي عبد الكريم دابا هضرتي لي على سبته، انا باقي ما وصلت هاد المرحله هادي. المهم حنا خليناها ان هادوك واش حفظوا ولا ما حفظوش. بديت بدينا بسبته هي هذه هي ديك الساعه فهمتي. دابا هادشي اللي كنقول لك يعني حيدتي من الخلويه بديتي حيدتي من الخلويه. دابا دخلت لك القضيه ديال الكاسيت. ايوا الكلام الكاسيت الكلام الكاسيت كيفاش كان؟ عباره عن مجاله كتخشي فيها ديك السينتا وهذا، وانما ملي كنمشيو بها ديك السينتا يعني كتحس بالكلام بحال اللي شويه مزروب. كنفتح المجاله كنفتح المجاله ونجي للدينامو ديالها هكذا، وكنجبر الطونوبيل ونتقلو شويه بحال اللي كنقولوا ما كيعجبني ديك الكلام. كتعاود تقلها يعني باش تقلو باش نحس بديك يعني ديك الروقي ديال الكلام. هي هذيك المهم ديك الشيء كان باقي ما باينش التكنولوجيا والتليفونات هذيك الشيء على قد الحال ما عليناش. هكذا كنتقل ديك مجاله وكنعدل هاد الامور. هي ديك سمعت ديك الكوبيه الميلولي قال لي ودابا بلاتي حتى الاخر وجبت له ديك النوع ديال الطيور. سبحان الله العظيم هذيك الهضره اللي كان قال لي في الاول، قال لي هادو راه عندهم التعويقه بحال اللي كيف بحال عيب عيب يعني بحال الصوت غريب. قال لي هادو حنا ما كنحملوهمش. هو اللي كان سمع عندي عمي في الاخر قال لي هادي عارفين انا عارف كنت نتذكر الهضره ديالو مع الاخر. قال لي هادو ما كنربيهمش حنا ما خدامين الوالد يعني فيهم الجماليه وفيهم الفورما ولا الراس ديالهم بحال اللي مقصع شي شويه ما حفظوش. المهم هي هذيك الشيء عندي علقت له حرام واش كاين شي حاجه يعني اللي في راسهم هو اللي في راسهم كلام ديال الاب ديالهم ما يجيبوا شي حاجه. قال لي انا قلت لك وهذيك الكاسيطه اللي بعدا قبل الكاسيطه واش وقعوا لك شي طائف في الصيده ديالك في الخارجه ديالك؟ يعني طرائف غريبه بزاف بحال عطينا شي وحده. مره واحد المره كنا كنصيدوا يعني كنصيدوا وكان واحد السيد كيصيد حنانا يعني بحال حنا كنصيدوا هنا هو كيصيد في واحد الجهه هكا يصيد في واحد الجهه وهكذا وجع عندنا قالنا هاد البراسه اللي كتجلسوا فيها راه هي زعما راه قبيحه حنا ما عارفينها الصياد. قلنا له كيفاش هاد؟ قال لك البراسه راه مسكونه بلاصه مسكونه زعما اتونسيون ربما يعني تخرج عليكم شي حاجه ولا المهم حنا بحال اللي يعني بحال اللي حنا باقيين صغار ماشي كبار بزاف ولا ثقنا به وما ثقناش. واحد الساعه يعني حنا جالسين وكدا كيسيب علينا بشي لعيبات هكا ولا والله حتى السيد واقيلا عنده الحق. هو خصو يجري علينا من ديك البلاصه جا ديك البلاصه بحال اللي كنقولوا جات الشجره هنا والشجره هنا وديك المنطقه كيهودوا الطيور. حنا عندنا الشبكه كان موجود الخير ديك الساعه. لا عندنا الشبكه وكنا كنصيدوا واحد الصياده هو ما كتعجبوش هو كيبيع ويشري وحنا كنصيدوا ما نربيو يعني بحال دابا كان يعني غنضرب الشبكه 20 طير 20 طير 30 طير يعني كنجيو هكذا قبل ما يعني قبل ما الشبكه نفتحوها وغنشوفوا المنظر ديالها كنجيو غنشوفوا اللي غيصلح لنا واللي ما يصلحناش والبقيه كنرخيوهم
داكوغ. هو ديك الصياده ما كتعجبوش، كيقول لك زعما يعني هذوك اللي كيجيو عندك كيجيو عنده خايفين. خايفين يعني ها كيدخل وكيولي هرب، خصو هو يجي عنده الطير بواحد وعنده الحق. هما عليناش وهادو شي اشياء بحال هكا. وبزاف ديال المرات مشيت مع واحد الصديق ديالي ما يعني ما نذكروش الاسم ديالو، قال لي عبد الكريم انا باقي ما كنعرفش يعني العشب المقنين كيفاش عامل بالضبط، كنت باقي صغير شي شويه. قال لي عبد الكريم واخا طلع تهبط لنا واحد العش راه هو ومرة ديك البلاصة كان منا للواد. أنت الزعيم ديك الساعة. يعني عاد أنا خفية في وادي وخاصني نبان، ما أنا باقي عاد دخلت الولاعة خصو بحال اللي عيطلاهو بيا شوية. اللي قالوا كديها. وطلعت كنطير بديك الشجرة دان 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 دان، قال لي طلعت، طلع شنو كان جبر، مي عملتها كان جبرت على الكواغط وبزاف ديال التخربيق والعوش ديال الفار صغير. سيبوه دخلوني مي زلقت هوت الماء. هوت الماء ما كنعرفش نعوم مزيان. كملات الباهية. المهم بقيت كنلاحظ قلت لهم مرة أخرى ما نمشيش معاكم. المهم هذه الأشياء الطرائف اللي وقعت هكا. واخا سي نعم أخي علي. الوقت قلتي كتحفظ بواحد لاكاسيت اللي هي سبتة، منين شفتي هذيك لاكاسيت؟ الكاسيت ديال سبتة كانوا دابا الأغلبية كيفاش كيوقع؟ كيوقع يعني أصدقاء مع بعضياتنا يعني بحال يعني أنا ما خصنيش نذكر الأسماء لأن هما بزاف. شوف حتى الا مشيت لا كاين شكون اللي عطاك كاسيت، شكون اللي عطاك كاسيت؟ الكاسيت التاريخ، شوف التاريخ ما كيتخباش. صافي الكاسيت انا نقول لك كيفاش جات، يعني بحال دابا كدوز عند واحد السيد كان مشهور على قصر كبير يعني بحال اللي نقولوا هكذا يعني بلا ما نذكروا الاسم ديالو، مو واحد مشهور انا نعرفك سميتو واش هو يقدر يكون هو يقدر يكون هو التاريخ. لا لا ماشي مول الكاسيطة. عطينا منين جات لاكاسيط ديال السبته اللي جاتك انت، ماشي كنقول لك هي اول كاسيطة طحتي عليها انت. لا لا هادو انت بالضبط. شوف حيت كاينه هكذا كاينه نوع الكواس كانوا كيتباعوا عند موالين فهمتي كاسيط عادي. يا قلت كتمشي كتشري كاسيط ديال المقنين. انا كنقول لك هذه ديال السبته شكون عطاها لك؟ واخا انا دابا انا حنا نجي لك على هذه. كتمشي كتشري كاسيت ديال 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 المقنين فيها مرة واحد البنت كتهضر وكتبقى تعرف لك يعني هاد الانواع ديال الكلمات يعني باخارو ديال لاكوا الكلام ديال الماء يعني سي بابا يعني صغير بزاف ديال يعني بلي بلي بولي بولي بس عرب هي الكلمه كدوز والسيده كتهضر كتعطي يعني داك الاسم ديال الاسم ديالها. المهم ما عليناش حنا بقينا كنعرفوا ديك هاد الاسماء ديال التغريد بعدا من الاول هادي شنو هي وهادي شنو هي وهادي شنو هي. بس من الاحسن يعني بحال دابا انت مولع بواحد الحاجه تعرف على الاسماء ديالو ماشي عاد تخدم بها وصافي. من بعد ولينا كنمشيو عند ولد الروسي كنسمع عنده هكذا بحال السيد كيقولوا له ولد الروسي الروسي كيعدل الكلام يعني بحال هكذا كيصايب الكلام وصافي. لا ماشي كيعدل الكلام ديال الاخر كي بحال لما تجي عنده تسجل انت كاسيطات. كيسجل لك الكاسيطات كيعاود يدير لك النسخه من الكاسيطات. يعني كيجيب هو واحد السيد ديال شي بلاصه ويعني ويعملها في كاسيط واحد السيد كان غالي. السيدي بحال دابا السيدية عاد شريها ب 18 فرانك ولا ب 20 فرانك. كان غالي ديك الساعة. وانما هو كيشدها ويديرها على الاخرى وكيبقى يبيعهم. اذا حنا طيحنا على هذه الانواع ديال الكاسيط. بحال اللي كنقولوا البصير كيقولوا له البصير البصير صغير البصير بحال هكا بحال تبي 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 بلي 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 تيبا 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 يعني طلعوا العبوط بزاف يعني كيتسمى الكلام قاصح. هذا الكلام هذا يعني انا عجبني فهمتي عجبني وكنقول غنخدم به. هكذا مشيت كنشري هذا السيد عنده كاسيطه كنجي ما كنسولوش هو من جابها ولا كتحس بها مزيانه سبتويه يعني كلام السبته حتى هو كتكون فيها كلام السبته. اذا هذا الكلام السبته عرفناه بلي ان كانت مالاكا يعني كانت مالاكا وبحال يعني بحال ما كتعجبناش انا ما كتعجبنيش مالاكا يعني كلام سريع بحال بلي 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 درتي ديك الشيء كان خفيف وهذه كتسمع بحال اللي كلام راقي ديك تخيل طلعوا الهبوط خاتر وخاتر كي يعني انا عجبني انا يعني رمت ليلو يعني هذيك هي اول كاسيطه خدمت بها هذه اول كاسيطه خدمت بها وحفظوا لك عليها الطيور يعني كاين اللي حفظ وكاين اللي ما حفظش لان
الطريقه ديال الحباله بحال اللي كنقولوا عندنا عشوائيه، ما كانش ما يعني ما كتختارش الصغير او الكبير، ما باقي ما كانش ديك الاحترافيه وديك الامور عاديه على قد الحال. كتجبر الطير عجبك مفورمي وهذا الكلام ديال سبت شكون اللي عاوتاني عطاك يعني واش كاين شي واحد اللي زاد علمك او زاد عطاك معلومات على هذا الكلام؟ على راسي، على راسك، راسي بوحدي اغلبيه يعني الكلام سبته يعني مدخل كنا كامل تبلينا به مدينه القصر كبير. داكوغ. يعني الاسماء انا قلت لك يعني هما بزاف ماشي واحد. شكون اللي كانت شكون كيتولى معاك بهذا الريتم ديال سبته في ذاك الوقت في هذا لاج ديالك يعني في هاد الناس اللي كتعرف؟ الريتم ديال سبته يعني شكون كان معاك فيه؟ يعني اللي كانوا معايا فيه كان عندك بو عبدي. ايه. مصطفى. وعندك شاري بقنون. هادو الناس اللي هما بديتي يعني معاهم وبداو معاك ما كنتفرقوش مع بعضياتنا لان كان يعني بحال اللي نقولوا المقر هو بوعبدي يعني المقر هو بوعبدي بوعبدي كيبيع ديك الشيء ديال الحوايج والصبابط وداكشي هذا كتجلسوا عنده هذاك هو المقر الى اي مولوع يجي يجلس مع بوعبدي لان ما شاء الله عليه تا هو كان مدرس انا هو ولا شريف هادو جوج الناس كنحترمهم عم قديما نحترمهم تبارك الله فيك يعني ناس يعني خديتي من عندهم وخدوا من عندك يعني الفضل كثير يعني ما نكروش حاشا لله بس نكرو واحد الناس عشت معاهم وعمر شي حاجه ما وقعت ما ديما كان نشاط ديما كانت الولاعه مشينا مع سبته كاملين مع بعضياتنا وكان واحد الحب ديال التنافس هو تنافس انا ما يعني بحال يقولوا منافسه شريفه ماشي كنتنافسوا باش الحمد لله باقي كتشوفوا الان باقي كنشوفوا انما دائما خصك تقول انا خصني يعني بحال دابا انا علي صديقي وحنا ما كنتفرقوش انا ما خصني نكون احسن منه يعني منافسه شريفه يعني مدرس بحال دابا يعني بحال دابا التلاميذ في المدرسه وواحد خصو يكون انا هو انا خصني ننجح ونجيب المونسيو ديالو وهادو بالسلامه عليهم دائما ديما كتكون فيك الطموح ديال تكون احسن منهم حتى انا خصني نكون احسن ماشي احسن يعني يعني يكون عندك قوية تكون هذا العام انت اللي حفظتي وانت اللي عندك طلع احسن ها هو سي عبد الكريم نعم دابا دويتي لنا شويه على قصتك انت ومسائلنا وكيفاش عبد الكريم غيدوز من ريتم سبته لريتم اللي ما يسمى بالكوبيا ليمبيو اللي هو اللي حنا كنعرفوه بمالاكا مرحله الانتقال ديالك كيفاش جات؟ جات شويه بواحد بحال اللي نقولوا اخر واحد اللي بقى في سبته في القصر الكبير هو عبد الكريم بكيمك هو انت بقى عامين ولا ثلاث سنين وانت حالف باش تدخل نقول لهم واخا تقتلوني هذا الكلام ديالكم ما بغيتش تسلم من هنا ولا من هنا بحال اللي نقولوا ما دارليش ما بغاليش كتسمع فيه بايجو كتسمع هذا مال بايجو مالا بايجو ما شاء الله عليها عنده واحد القمه كبيره دابا حاليا عندي دابا نقول لهم ديك الوقت ما كدوزليش كنقول لهم كيفاش هذاك اي هو صعيبه هذه كنقول لهم هذا الشيء هذا ما يدوزليش كيفاش تحولت الفكره من بعد هذا المهم انا غادي معك مره يعني كيفاش غيوقع يعني بحال اللي كنقولوا ديك السبته خصني نعطيها يعني بحال اللي نعرف الخبايا ديالها كامله عاد نخرج منها ما يمكنش انا باقي ما كملتش فيها وهما يعني الاصدقاء يعني مع كل احتراماتي ليهم عطاو مزيان فيها النيت هو في سبته عطاو مزيان انا بحال اللي يقولوا ما وصلتش باقي ما كملتش ما يمكنش ندير انتقال وانا باقي ما ساليتش باقي ما عرفتش بزاف الحاجات عليها لان شريف ما شاء الله كان كيجي في شي طيور يعني بنادم ما كيصدقش بلي ان هذا طاير او لا بو عبدي مصطفى هادو جوج الناس انا نقول لك راه ما شاء الله ملي تسمع تقول واش سيدي مطلوق ولا شنو هذا ما كان واحد الطاير عند بو عبدي الان يعني نقدر يعني جاو بزاف الناس كيقولوا ما شاء الله يدير عاد هذا الكلام واللي بغى يدير الكونكور يديه سبحان الله لكن يعني مطلوق ما شاء الله عامر وحد كلام يعني كلام كبير وانا ما بغيتش ندوز لهم واحد النهار خرجنا انا والبو عبدي والاصدقاء مشينا للزواله واحد الخرجه ما شاء الله عليها وانا باقي في سبته ما نعقلش عليكم في مالاكا ديالكم كنقول لهم مالاكا بحال يعني مالاكا القبيحه ما كتعجبنيش هي هذيك هاد الشيء راه بدالي ماشي دابا انا خصني ديك المعلقه ما رخي منا ترخي منا بوحد السبتاويه ما خبتيش طاخ منا هاد السبتاويه يعني كلام الراقي ما رخي منو تنقول لهم هالمستوى ديال هاد الشيء هذا هو ما عليناش واحد النهار قلت لنا هذا وشبرت انا يعني كنا في اسبوع كان اسبوع عند واحد الصديق وكيعملوا في الزواده وكيجيبوا الماكله
ويعني وكيكون داك الشيء راقي ما شاء الله. انا صبرت ديك الكوبيه والطير مسجل وطلقته. ايه جا البو عبد مصطفى انا وياه يعني بحال اللي نقولوا يعطينا واحد يعني انا وياه ماشي ديك الشيء قبيح لا بحال اللي كيبغي يقول لي هادشي اللي قلتي لا ما يكونش عندك هاد الطير هذا هو هاد الاداء اللي كتقول انت ما يمكنش يكون ما دخلش لي البال مصطفى قلت له هاد الطير هذا اللي كتهضر عليه ايه انا سمعته لك في التليفون ايه انا سمعته صديقي وعندي عزيز فهمتي وكنا كاملين مع بعضياتنا واحد ماشي واحد راه بزاف حنا يعني مور عاد المهم الجمعيه كامله حاضره نعم يعني بحال اللي نقولوا باقى جمعيه وحده هذا التاريخ اللي هضرت عليه باقى جمعيه اصدقاء طور البيئه كنا فيها كاملين باقيين يعني جمعيه وحده من بعد مره هذيك الطير من سمعته هذه قال لي لا هذا ما يكونش هذا الشيء هذا اللي عندك الطير ما كايناش قلت له ما قال الاندلس اليوم تحكم علينا كيفاش تحكم علينا اليوم هذا الطير غنجيبو غنجيب البيكيه ديالو البيكي لان كيقولوا السلطه ما كطيحش الكلام الكلام فيها ناقص وانها ملي كتلعب في الكلام يعني تخدم به يعني يمكن لك وهذيك الطايره اللي ساعدك وعطاك الاداء وعطاك بزاف تمشي بعيد وديك المره بالكلام هذا وما كاملين كيعرفوا هذا الكلام هذا راه خدموا به من بعد قلت لهم اليوم ان شاء الله من جو من الزواده غنمشي للدار وغنجيب هاد الطير يعني بحال نقولوا تحدي انا خصني هاد 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 هاد, هاد, هاد هاد السبته خصني نعطيها الحق ديالها يعني كتقولوا ناقصه نقول لكم لا ما ناقصاش هي راه عندها عاد 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 نولي نرجع لمراكش قلت له اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم حتمي كنكملوا مزوده كنتلاقاو بمقهى الاندلس مقهى الاندلس هي ديك يا في كاين دابا التيلي في كاين كنا بالكرسو كاملين تمايا استاذ عزي مصطفى الكلوطي اصدقاء كاملين ما كايناش يعني موالي على قصر كبير قلت لهم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم نجيب هاد الطير بالبيكي ديالو والحمد لله عندنا حكام وطنيين عندنا مراد العسري حكام راه كيعرفوا اي واحد وعندنا مروان القيدي هادو حكام راه كيعرفوا اي واحد ومن الاحسن باش يكون داري القاطع هذا يحكم بهاد الجهه وهذا يحكم بهاد الجهه ولا ما جابش 100 انا اخر مره ندوز لهاد الخدمه هادي هي نولي معاكم المرض قال لي صافي حتى حنا قال لي الا عملتي هاد الشيء هذا قلت له اليوم غيكون جاب الله راه صافي درتو المساله جبنا مسؤوله حطي الطير قيد مروان 127 ومغراد يعني الفرق ما بيناتهم جوج 127 125 قلت له انا هزيت يدي ومن اليوم انا معاكم في مالاكا دابا انت دخلتي لمالاكا حبا ولا تحديا لا خصني انا شوف انا سبتها انا سبتها عرخي منا ما كاين حتى شي مشكل وانا معرخي منا يعني بالقمه ديالها علاش كنت انا فيها يعني كنقولوا بلي ان الكلام ما كيساويش فيها دابا سؤال وجيه نعم اخي فين لقيتي راحتك؟ الراحه ديالي الرقم الاول لقيتها في مالاكا مالاكا الرقم الاول لانه واحد الريبيرتوار كبير بزاف يعني ما نقولوش كلمات محدودين ما عندوش حد وما كاينش شي واحد يقدر يحدو واخا وبالنسبه لمدينه القصر الكبير امتى دخلتها مزيان الكوبيه ولا كيفاش تدخلتها الكوبيه يعني الا هضرت لك نهضر لك على التاريخ ديالي حتى التاريخ ديالك يكون تاريخ ماشي انا ماشي قلت لك شكون هو الاول غير مدينه القصر امتى انتشرت فيها الكوبيه يعني ما نقدرش نحدد لك خي عالي ما يعني نكذب عليك لان الكوبيه ما شاء الله ما عندهاش وقت لان كانت الكوبيه في ديك التاريخ ديال عمي كانت كوبيه يعني كانت كوبيه وانما يعني وصلتنا ما منتشرش لا حنا سمعناها في سيدي في سميتو في مار اش كيقولوا له في مار سيدي الكاسيت الكاسيت وانما سمعناها وانما دابا ملي تسمعها بحال اللي ما تعجبكش وانما كانت كوبيه كان بحال اللي غنقولوا فيها
التهيئه ديالها بحال ديك تا 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 تيو يعني كانت فيها تا 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 تيو وكان طر تيو يعني يعني كتجيب مره بالطريو الطوميو ولا ما هكذاك وكانوا الناس ذاك الكلام كيحترموه وكان كان مزيان ماشي يعني هاد الناس اللي دابا كنعرف منهم موال القصا منهم القيدي منهم بو عبدي منهم جنين كيفاش تعرفوا مالاكا وشكون واش كانت عندكم شي فورماسيون شي واحد كيدير لكم فورماسيون ولا تعلمتوا على بوحدكم لان مالاكا كما كنتي خصك تكون كتعرفها وكيفاش سي عبد الكريم وهاد الاخوان خداو يعني هاد العلم ديال هاد الكوبيه يعني الكوبيه هما بقوا السفر ديالهم هما الاغلبيه كانوا كيسافروا كيسافر بوحدي كيسافر بشريف كيمشيو للكونكوريس بزاف كيمشيو مراد وانما كيفاش جابوها مع عند اصدقاء ما عرفش بالضبط ما المهم انا يعني حتى كنتوصل مع عندهم بالكوبيات مع بعضياتنا يعني كيجيب شي واحد منه كوبيه وكيوزعها يعني بحال العاده يعني بحال دابا يعني بحال جمعيات كيتان دارت واحد الكوبيه بواحد التاريخ ومره وصلت لهنا يعني من خلال يعني يعني تعلمتوا غير بوحدكم بيناتكم مع بعضياتنا يعني مع بعضياتنا وصلتنا كوبيات فلان وكوبيات فلان يعني بالاسماء كل وحده وكيفاش عملنا وكنجمعوا في قهوه وكنجمعوا في قهوه وكنتناقشوا يعني كيفاش هاد هادي سبارات ديال بيدرو هادي ديال يعني كي يعني كتبقى وفي القانون ديالها كيفاش كتحكم كيفاش كل شيء لا باقي ديك الساعات يعني بالنسبه لي انا لا بس انا كنهضر على مدينه القصر كاينه باقي ديك الساعات باقي ما كانش المهم الاصدقاء كيخدموا يعني كيخدموا الكلام ديال فامبي ديال مالاكا وانما كان مالاكا كي يعني كي كيحاولوا كيفاش يخطروا من مالاكا يعني مالاكا ما كيخليوهاش بحال اللي كتجي كيتقلوها يعني شويه لا 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 كيخطروا منا الكلام لان الكلام حيت مالاكا الاولى القديمه كان مخلطه بحال اللي غنقولوا فيها البلدي وفيها يعني مخلطه كينقيوها يعني الاصدقاء ديالنا حنا بحال بو عبدي بحال شريف بحال الاستاذ يعني حتى هو لان كان عنده بيسي في الدار وكيجيو بعض الاصدقاء الله يرحمه اللي قطع لي السعب الى من هذه يعني كيساعد يعني كيخدموا جماعه وصافي يعني كيحاول كيفاش يرضي ديك الناس اللي هما في الجمعيه واخا وسي عبد الكريم لقى بلاصتو في مالاكا لقيت بلاصتو في الطيور خرجوا الطيور شاركتي في كونكورات فزتي بالسميتو عدد بزاف يعني بزاف ديال المرات اللي فوز الحمد لله من الفضل ديال الطيور كتعرف الا دواء تعرف اش كيقول ضروري ما يمكنش ما كاينش ما كايناش النقاش تعرفوا الاداء ديالو ولا قلنا لعبد الكريم رجع لسبته لا ما رجعش لسبته ما رجعش ما علاش الا ماشي ما رجعش لسبته يعني بحال اللي غنقولوا سبته وقفت صافي الا كانت زادت كان يزيد معها بزاف ديال الاشياء ديالها وقفت اذا يعني ملي كدير مقارنه بحال اللي كتقول الف مع 10 ما يمكنش يعني نخدموا حنا ب 10 ونخليو الالف صافي يعني كاين واحد الفرق ما يعني اداء وعاد دابا الحمد لله بالفضل ديال التكنولوجيا ديال التليفونات وديال هذه الكلام كتلعب به شنو كتلعب به يعني كترقيه ربما تكون بعض الكلمات عاديا وحق مي كتلعب يعني كاينه بروغرامات بزاف كتلعب به وكتحاول يعني تحس الا جابوا الطائر بحال دابا يعني كاينه واحد البوليبولي فهمتي راه كان كيجيبها الطائر يعني البوليبولي الاصليه راه انا نقول بحال يعني عاديه بحال اللي غنقولوا بحال اللي غنقول لك بلي 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 وانا ملي كتسمع باي 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 بحال اللي عطات واحد الصدى عطات واحد الصوت عطات واحد الاداء اذا داك الشيء اللي كنسمعوه كنحاولوا نشوفوه في ديك المقنين او ما كتلقاش بان هذه القضيه اللي قلتي انك تحاول انت كتمتع راسك ما كتفكرش في الطائر لان هذاك لونغاج هذاك لغه ديال الطائر الا بقيتي كتفكر انك تصلحها على حساب ودنك كتاثر على الطائر الا ماشي كنصلحها كنحس هنا نقول لك انا نعطيك كيفاش مات لان ما خديتش نخرج له على الايقاع الا خرجت له على الايقاع كان تما كنتعدى عليه وكنتعدى على يعني على التغريد في حد ذاته الله يحميك الوالدين انا شنو كنحاول ندير كنحاول نشوف واحد الكلمه عندها واحد القمه عندها واحد الوزن يعني من خلال السمع ما تكونش قبيحه بزاف المهم ما تكونش فيها فيها الجريح بزاف مجروحه ولا المهم تكون واحد الكلمه ثاويه واخا يعني سي عبد الكريم من طبيعه الحال تكون دخلتي للجمعيات نعم الدور ديال الجمعيات بالنسبه ليكم نتوما كمواليه الدور ديالهم الدور ديالهم يعني ربما نقول لك انا من احسن ما كاينه هو اللي عشتو يعني خلال الجمعيات
نعم. يعني الجمعيات فيهم واحد التأطير يعني مستوى راقي. بحال اش التأطير؟ يعني التأطير يعني من خلال الندوات، يعني بحال دابا يعني فينا يعني الجمعيات داو لكم ندوه ضروري ندوات في الاتجاه ديال التغيير. بديك الله اللي كنا حنا بحال اللي محتاجين، باقي ما بزاف الاشياء اللي خصنا نسولوا عليها باش نعرفوها. شكون كيدير الندوات؟ يعني كان يعني بحال دابا بالفضل يعني المكتب يعني الحمد لله اللي كان عندنا الاول كان فيه محمد عزي، كان فيه مصطفى الكلوطي الرئيس ديالنا حاليا، كان فيه مراد العسري، كان امين المال، كانوا ناس في المستوى بدون استثناء، ما كاينش واحد، كانوا عندهم واحد التفاهم راقي ما شاء الله، كيخطروا واحد المولوع، عنده واحد الوزن يعني على الساحه الولائيه، بحال من بحال اللي غنقولوا يعني بحال اللي غنقولوا السي عبد الحميد بن موسى، ما كانوش حكام، كان كيحاول هو يكون فيه حاكم ويكون فيه مؤطر، كان مسكين كيدير واحد المجهود جبار. الله يذكره بخير. الله ما نساوش الخير ديالو، كان مسكين كيسمح بزاف د الاشياء وكيجيب صور يجي يدير لك ندوه ديال التحكيم هنا. مزيان. يعني واحد التلميذ صغير يهز لافيش ويجلس في الطاوله وتعرف المستوى ديالك انت فين وصلتي حاليا في هذه الولاعه، ويصحح لك يقول لك فلان راه كاين عندي هذه الاخطاء بحال اللي انتم يعني مشي هذو اخطاء بحد ذاتهم، ها الصوت ديالهم كيفاش عامل وكيفاش كيوصل بزاف ديال الاشياء. والحمد لله دازوا بزاف ديال الناس اللي هنا، كان واحد مصطفى الركراكي كان جابوا المكتب، حنا ما نهضروش على فلان جاب او لا، المكتب كان قائم بذاته وكان كيحاول يجيب لك واحد الناس عندهم واحد المستوى يعني بس يعني بحال دابا جابوا هذا مصطفى الركراكي، الاصل ديالو يعني وطن جاوي ربما، وانا ما عايش في الديار يعني بلجيكي، كان يعني كان بلجيكا اللي كان بلجيكا مسكين جابوه، وانما كان عنده اللغه الفرنسيه، المكتب كيحاول يجيب واحد السيد مترجم يعني يحول ديك اللغه من اللغه العربيه، ومن اللغه العربيه كيوصل لنا واحد خور هو السيد محمد عزي، كيوصل لنا بالدارجه حنا باش نفهموها يعني كيفاش هاد الطائر يعني كيفاش كنلاقيو يعني بحال دابا الجينات ايوا بحال دابا نهضروا على يعني خصك تخرج الطير بياض او لا او او دير البيستو ايوا تخرج فيه شي لون حنا كنسولو ضروري ما كنسولو. من بعد جا موكيل يعني موكيل جا هو مراد وانطوان عبد الرحيم موكيل يعني من خلال المكتب هو اللي كيحضروا هاد الناس، كان جا هو وجا مراد المعارف وجا انطوان وكانت اسئله كثيره. هاد الناس دابا مساكن كانوا كيتكرفصوا راه كيجي يعني حيت هو اصلا عامل جمعاوي كيخسر الطريق ويخسر كل شيء باش ياثر واحد الناس في واحد المدينه او لا هذا كيوصل لهم واحد الفكره اللي هي على صواب، ما نساوش الخير ديالهم وما نساوش الخير المكتب اللي انه هو اللي وفر لنا هذه الاشياء اللي انه كيدير مجهود وكيحضرنا هاد الناس، وحضرنا السي عبد الحق الزويني بواحد التاريخ عرفتي كيجي يدير لنا الندوات ديالو السي عبد الحق، هادو كاملين الناس كيمشكون ما نساوش الخير ديالهم لان عندهم واحد الفضل كثير عند الله سبحانه ومعنا حنا دابا حنا كنحشموا منهم باقي لحد الان الحمد لله كنشكرهم دائما كنوجهوا لهم الاحترام السي عبد الكريم. نعم عطيك سؤال اخر موجود الا درتك فراس ياك ديال الماليع ديال القصر وقلت لك خاصني خمسه ديال الماليع يشاركوا في الدار البيضاء يشاركوا في الدار البيضاء خمسه ديال الماليع في القصر المدينه القصر الكبير يشاركوا ضد الدار البيضاء شكون اللي غتدي معاك؟ دي معايا هذا شوف هذا سؤال بغيت تجاوب عليه جاوب عليه بغيت لا ما يمكنش ما نجاوبش عليه هذا بالفرحه ديالي نجاوب عليه اول ما كنختار شريف قنون الاول واحد المولوع بعدا يعني نهضروا بعدا عليه بعدا الا سمحتي استاذ علي الله يرحمه لك خلينا نهضر عليه شويه هذا السيد انا عندي عزيز لواحد الدرجه ما كتوصفش لان الافراد ديال الجمعيه ديال فهمتي يعني الجمعيه هذه والجمعيه كلشي كيحتاج هذا السيد دابا حاليا الحمد لله الله يرحمه اللي قطع لنا هذه زدنا في هذه لا نقصنا من هذه كاين شي اشياء كبيره وكيدير مجهود وكيوصل يعني هذا كيدير له سيرفيس مزيان هذا هو الاصل ديال 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 العمل الجمعوي ما كيقولش لا وكيفرح ويدخلك للدار ويجلسك ويعطيك اي حاجه يعني بغيتيها هذا واحد الرقم الاول ماشي على لا على على على, على العمل ديالو الرقم الاول العمل ديالو الثاني هو عبدي مصطفى زيد الثالث
مروى القيدي زي. واحد المولوع كبير بزاف ماشي مثال عنده العمل ديالو عندي هادو وانما كيبقى مولوع دائما دائما كيتهز هادو ثلاثه كنزيد لك الصديق ديالي السيمو حاليا دابا مرحبا مولوع في المستوى الراقي ويعني حاليا انا يعني غنعطيك علاش اخترته حيت اي واحد يعني يقول لك علاش اخترته نعم ابو عبد مصطفى انا استفدت منه بزاف يعني ما نقولوش هذا السيد هذا هو بلي ان يعني ما نساش الخير ديالو كنجي كنسولو كنسولو بزاف د الحاجات وعاد وعاد اول ميستو خرج اللي عيط كلاصا به هو ابو عبد مصطفى كان ديالي انا اول مره يعني بحال فهمتي خلق عندي وتخربص العلوم هذا يوم يجي عندي قال لي عبد الكريم هذاك الميستون ديالك قلت له دي انت هذا ابو عبدي هو السبب ديال الجمعيه اللي عتكون في مدينه قصر كبير كانت مكونه هي في التاريخ ديالها قديم وانما هو السبب اللي عتولي ترمم هاد يعني هاد الجمعيه لان في 99 وراه كانوا دينا دايرين الجمعيه محمد عزي كنا حنا باقي ما كيناش كانوا كان يعني كانت اصلا يعني فهمتي وجمعيه فيها كناري وفيها بزاف الحاجات مي جا هاد البو عبدي وطلع للدار البيضاء وجاب كلاسمو وجاب الرقم الاول اذا خصنا نديرو جمعيه كان هو السبب اللي علاش انا عندي عزيز هذا شحال باقي لي واحد باقي واحد انا شوف هما كاينه جوج يلا نعطيك انا عطيني جوج يلا سيدي مراد العسري زيد مع كل احترامات لي له واحد السيد ما شاء الله زيد والشريف الكنيسي لا اله الا الله محمد رسول الله واحد المولوع باقي لي حد الان كنستافدوا منه علاش ما بغيتش نذكروا لك الاول لان علاش حيت هو خصو في الاول يتذكر وانما هذاك السيد عندي عزيز بزاف الله يطول لي عمرك الا سمع الكلام علاش وحتى كان عند ابو عبدي عيديه مروان انا غنطيك دابا هذا السيد علاش هضرت لك عليه عيديه مروان كنا جالسين بواحد القهوه سميتها قهوه ديال البغال بخلاصه واحد السيد مولوع حتى هو مولوع كبير ومرو دار القهوه لولدو المهم داروا القهوه وكنجلسوا في ديك القهوه حنا كاملين جا سمع ديك الطير ديال ابو عبدي مصطفى وسمعوا سمعوا قال لهم الطير هذا فين ما مشيت كلاص سبحانك عظيم هذا انا باقي ما كنعرفش انا اللي قال هذه الكلمه حدايا قلت هذا راه وهذاك الطير عدي مروان وعيجيب الاول في كازا والوطني وما خلى ما دار ديك الطير لا شوف هادو الشريف كيبقى هادو ناس عندي اعزاز مراد العسري شارب قنون كلهم كاملين وكاين وحدين اخرين راهم ما شاء الله جايين الحمد لله ما شاء الله عليهم سي عبد الكريم كنشكرك على الضيافه ديالك رحم والديك وتهليتي فينا بارك الله فيك شفنا الطعام وضحكنا ونشطنا نتمنى تكون هذه الحلقه من الحلقات الجميله ان شاء الله ان شاء الله تدعي بارك الله فيك ومرحبا بك في اي وقت بارك انت الله. عزيز وغالي من الاول حتى الاخر استاذ علي الله يحفظك راه انت ماشي على اليوم كلشي كيقولها بك مزيانه كيفاش راه كيبان عندك ضعيف الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك بارك الله شكرا لك شارفين بك سي علي وشارفين بك